قد أذن لكم بفتح بلاد الوندال لجيش يقوده أمير طنجة طارق بن زياد. إن رسالة الإسلام ليست رسالة مخصوصة لشعب أو منطقة، إنما هي رسالة رب العالمين للبشرية كلها. نريد بناء دولة العدل التي نبتغيها يا أبا بصير. ما جئنا لنفسد في الأرض ولا لنسفك دماءكم، إنما جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لقد أبليتم بلاءً حسناً بعون من الله ثم بعزيمتكم. الأمة التي استطاعت إسقاط الفرس والروم لن يقف في وجهها أحد بإذن الله تعالى. ما قطعنا الفيافي وجابهنا الأهوال وأهدفنا نحورنا للرماح إلا لنقيم الأمن والعدل في هذه البلاد. هل علي أن أرضى بالظلم لمجرد أن الظالم هو من ديني؟ أنا الملك لوثريك الذي لم يهزم في معركة قط، يقوده لوثريك بنفسه، فهو لا يدخل معركة لا يضمن حسمها قبل بدايتها. لقد أعتمل كل هذا العذاب، سيقتلني نحن لهم بالمرصاد. أريد أن أقضي عليهم هنا الآن. يقع طارق بنفس ما وقع به عقبة. الله معنا، ولكنه أمرنا أن نعد لهم ما استطعنا.